سواء موبايلك من الفئة الاقتصادية أو من الفئة المتوسطة، فانت اكيد واجهك مشكلة ان الجهاز يتقل معاك شوية كده في الاستخدام. المهم ان شاومي جاي تحللك الموضوع ده، تعال نعرف ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أيوة زي ما سمعت بالظبط، بدون برامج، بدون روت، بدون أي حاجة خارجية خالص. قالك إن شاومي شغال على الموضوع ده وأنا مش عارف إزاي بصراحة، لكن مواقع التقنية بتقول إن في واحد متخصص في تسريبات شاومي اسمه تقريبا كاسبر أو حاجة زي كده، أنا هظهر لك الاسم هنا عشان أنا مش عارف أنطق اسمه كامل بصراحة يعني. المهم يعني الشخص ده في تسريب بيقولك إن شاومي شغالة حاليا إنها هتضيف أوبشن في الموبايل إنك تقدر تزود الرام من جوه. طبقا للتسريب ده بيقولك بقى شاومي هيكون في أوبشن كده جوه الموبايل بتقدر تدخل عليه لو الجهاز حسيت ان انت استخدامك تقيل والجهاز بيهنج معاك مثلا او حاجه زي كده، تقدر انك تفعل الاوبشن ده علشان تزود الرام، تاخد من المساحه الداخليه وتزود في الرام. مش عارف بصراحه هل شاومي حاسه بينا ولا خايفه على موبايلاتها ان الواحد يشتري الموبايل وبعدين يتقل معاه فيروح رميه في الحيط يكسره. ما علينا يعني، المهم ان في النهايه هنفترض ان شاومي حاسه بينا وبتحب العملاء بتوعها، فهي عايزه تضيف الموضوع ده او شغاله بالفعل انها تضيف الموضوع ده. وطبقا السكرين شوت برده متسربه مع الخبر ده من الشخص المحترم اللي اتكلم عنه يعني، السكرين شوت فيها ان في اوبشن يعني لسه بيتم تظبيط الموضوع، يعني ده مش الشكل النهائي خالص، لكن في سكرين شوت عباره عن اوبشن هيتضاف في السوفت وير بانك تقدر لما تفعله تاخد من المساحه الداخليه وتحط في الرام بحيث ان الرام تزيد معاك. وانا بصراحه مش عارف يعملوها ازاي، بس للاسف هي شاومي تعتبر تقريبا سرقه الفكره دي، لان في موبايل اسمه الفيفو اكس 60 برو. الموبايل ده المفروض ان هو برضو في نفس الميزه دي ونزل في بدايه السنه دي. الموبايل ببساطه في ميزه انك تقدر تزود الرام 3 جيجا بحيث ان الرام تبقى 15 جيجا، ورغم ان مواقع التقنيه كلها اكدت الموضوع الا اني برضو ما كنتش مستوعب منطقيه الفكره من ناحيتين. من ناحيه انت ليه تضيف اوبشن انك تزود 3 جيجا على جهاز الرام اللي فيه اصلا 12، ومن ناحيه تانية هو بجد انك تقدر تاخد من المساحه الداخليه تحط في الرام؟ يعني وصلته لحاجه تعمل كده بشكل طبيعي من غير مشاكل؟ فدخلت اقلب فتعبلت في فيديو قلت اشارككم معايا علشان الناس اللي ممكن ما تصدقش زي يعني. المفروض ان هو دلوقتي دخل على الاعدادات او السيتنجز، ومنها في اوبشن الرام والسبيس، بيدخل منه على الرام. جوه الرام بيكون حاجه تحت خالص اسمها اكستندد رام، وتحتها طبعا بيشرح لك انه يقدر يضيف 3 جيجا رام لو ال 12 جيجا مش مكفينك مثلا ولا حاجه. فانت بتدوس على السويتش اللي قدامها او المفتاح اللي قدامها، فبيظهر لك رساله تحذيريه كده شكليات يعني، وجنبها تايمر. التايمر ده لما بيخلص الجهاز بيعمل ريستارت، بعد ما بيعمل ريستارت بيفتح معاك وبقت الرام اللي فيه مش 12، بقت الرام اللي فيه 15. يكش مشاكلك تتحل يعني. ايوه زي ما سمعت كده بالظبط، ما شاء الله فيفو حاطه في الموبايل الفيفو اكس 60 برو انك تقدر تزود الرام زياده 3 جيجا من المساحه الداخليه، لكن ما شاء الله هم ضايفين الاوبشن ده في موبايل الرام بتاعته اصلا 12 جيجا، فالمفروض يعني الموبايل ده هيقلب تنين مجنح مثلا ويطير معانا، ولا ايه نوع الشغل اللي يخلينا اشتغل على موبايل يكون فيه 12 جيجا ويكون تقيل؟ فجيب له 3 جيجا كمان وخلي الرام بتاعته بالكامل تروح 15 جيجا. علشان كده بقول ان شاومي حاسه بينا اكتر منها خايفه على الاجهزه بتاعتها ان احنا نكسرها مثلا، لان حاجه زي كده هتكون لذيذه جدا ودفعه قويه هتقوي من استخدامك لموبايل يكون في الفئه المتوسطه او الفئه الاقتصاديه اللي هم 3 جيجا رام و4 جيجا رام و2 جيجا رام، هتكون حاجه لذيذه جدا وهتكون مفيده وعمليه. قال لك بقى ان الحاجه اللي شغالين عليها دي اسمها او الاسم اللي هتبقى موجوده بيه يعني هو ميموري اكستنشن، وهيكون موجود في الاعدادات عندك كده بحيث انك تقدر تدخل عليه لو لقيت الجهاز بيتقل معاك شويه وتروح مفعله علشان الرام تزيد فسرعه الجهاز تكون افضل نسبيا. لكن قبل ما نقول ان شاومي اخذتها او سرقتها او اقتبستها من شركه فيفو اللي اصلا يعني ما شاء الله استخدمتها في موبايلات الفلاكشيبات المستخدمه في الموبايلات الفئه المتوسطه والفئه الاقتصاديه اللي بيكون طلعان عينها خلقه، ان اصلا شركه فيفو واخداها من الكمبيوتر اللي هي موجوده من زمان طبقا لمواقع التقنيه، بس ما اعرفش ازاي يعني. ان الكمبيوتر نفسه لو انت موصل فيه مثلا USB درايف اللي هي فلاشه مثلا او حاجه زي كده تقدر تستخدم مساحتها على انها رام من خلال حاجه اسمها دابت ريدي بوست او حاجه زي كده. ما علينا يعني، المهم ان في الاخر شاومي فعلا شغال على الموضوع ده، ولما هينزل هيكون نقله كبيره جدا لموبايلات الفئه الاقتصاديه والفئه المتوسطه. لكن عندنا هنا بقى خبرين، واحد حلو والتاني وحش. الخبر الحلو ان هي بالفعل شغاله على الموضوع، يعني كل الكلام ده مش افتراضات مثلا زي الاعلانات بتاعه الموبايلات اللي يقول لك الكونسبت او المفهوم اللي هيكون الموضوع ماشي عليه، لا هو فعلا الموضوع ده شغالين عليه دلوقتي. بينما بقى الخبر الوحش ان هما ما فيش اي توضيح ولا اي معلومه خالص هيكون موجود من امتى او هينزل في الموبايلات امتى او ايه الموبايلات اللي هينزل فيها مثلا. لكن انا من الناس اللي هتبص لنص الكوبايه المليان، ان بما انهم شغالين على الموضوع ده فاكيد هما مش هيوظفوا موارد علشان يشتغلوا في حاجه وبعدين يركنوها، ولما هتنزل فهي اكيد بما ان شاومي مركزه او بتراعي قوي الفئه المتوسطه والفئه الاقتصاديه ان هو هينزل فعلا في الفئه المتوسطه والفئه الاقتصاديه. فالحقيقه فعلا انا عايز اشكر شاومي على حاجه زي كده وربنا يتمها على خير، وان شاء الله تكون موجوده في الموبايلات الفئه المتوسطه والفئه الاقتصاديه علشان تعمل فيها النقله اللي ترحمنا من تهنيج الموبايل، هتعمل نقله عظمه. ودي كانت نهايه الحلقه، نلقاكم على خير.